اهلا بيكم في حلقه جديده من جيم تو ايجيبت. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن العاب بتوهمك انك مسيطر على مجريات القصه وان ليك اهميه وتدخل في العالم اللي حواليك، بس في الاخر المطور مش بيهتم وبيعمل نهايه واحده او نهايات شبه بعض ايا كان اختيارك. عشان كده هقول لك في الفيديو ده افضل 7 العاب فيها نهايات متعدده، وكمان عايزك تكتب لي في التعليقات عايز فيديو التوب 10 الجاي عن ايه. قبل ما نبدا حابين نوضح ان اساس اختيارنا للالعاب دي كان عدد النهايات وجوده القصه في اللعبه، وبنعتذر منكم لاننا خلينا القايمة 7 بس بدل 10 عشان الفيديو ما يطولش عليك. أرجوك انقذ بنتي الصغيرة، استنى. اللعبة رقم 7 ديترويت بيكام هيومن. اللعبة حصرية من حصريات سوني اللي نزلت في 2018 وبعد كده نزلت للبي سي. ممكن نقول عليها من نوع انتراكتيف موفي، يعني ما فيهاش جيم بلاي كتير او مش هو العنصر الاساسي لانها بتركز على القصة اكتر. احداث اللعبة في المستقبل وبتلعب باندرويد اللي ممكن نقول عليهم مساعدين شخصيين للبشر بس روبوت. فيها 3 شخصيات اساسية، كونر وماركوس وكارا، وكل شخصية ليها قصة مختلفة. المميز بقى ان ليها 80 نهاية مختلفة متقسمين على شخصيات. كونر ليه 13 نهاية وماركوس ليه 33 نهاية، أما كارا ليها 39 نهاية. أنصحك باللعبة دي جدا لو بتحب القصص الدسمة اللي تشدك للشخصيات، وخصوصا إن ليها دبلجة عربية باللهجة المصرية. مقربش مني وإلا هنط. لا أرجوك أنا بتوسل إليك. أهلا يا دانيال. إزاي؟ اسمي كونر. إزاي عرفت اسمي؟ أنا عارف حاجات كتير عنك، أنا جاي عشان أخرجك من هنا. اللعبة الستة سيفو. اللعبة دي تعتبر احدث لعبة في القائمة بتاعتنا النهاردة لانها لسه نازلة من كام شهر بس. فكرة اللعبة تعتبر جديدة مش مستهلكة، بتعتمد فيها على اساليب القتال باليد بدل الاسلحة التقليدية اللي في معظم اللعب. فيها فكرة مختلفة وعجبتني، انك لما بتموت بترجع تعيش تاني بس اكبر في السن، يعني بتبدأ عند 20 سنة وبتخلص اللعبة لما توصل 70 سنة، وكل ما تموت وسنك يزيد الهيلث بتاعك هيقل بس الدامج هيزيد، بس بتوصل لمرحلة انك بتموت بسرعة بسبب الهيلث القليل. علشان كده لازم تخلي بالك من الموضوع ده. اللعبة فيها 3 نهايات مختلفة، هما اي نعم 3 نهايات بس مختلفين عن بعض ومميزين. اللعبة الخامسة بيرسونا 5. اللعبة دي ممكن مفيش ناس كتير تعرفها، بس بالنسبة لي من احسن حصريات البي اس 4 و3 لانها من نوع ار بي جي بشكل كامل. القصة باختصار انك طالب في الثانوية ابتديت تقدر تخش الريلم دي، وجواه بتقدر تشوف رغبات الناس وتعرف بيفكروا بايه، ومن هنا بتظهر مجموعة من القضايا اللي بتحاول تحلها مع باقي الشخصيات اللي معاك. اللعبة فيها 5 نهايات مختلفة متقسمين لثلاث نهايات سيئة وواحدة كويسة وواحدة هي النهاية الحقيقية، وواحدة نزلت للمحتوى الاضافي في بيرسونا 5 رويال. اللي بيحدد النهايات دي اختياراتك وانت بتتعامل مع المتهمين في القضايا وهتعيش ازاي في اللعبة، لان اللعبة مش بس كومبات، لا انت عندك يوم كامل لازم تعمل فيه حاجات. يعني بما انك طالب ثانوي الصبح بتكون في المدرسة، في حصص بتدخلها وفي شرح كمان لازم تركز معاه لان ممكن يفيدك في مهمات او في الامتحانات، ومثلا بعد المدرسة بتشتغل في محل معين في المدينة عشان تعرف تجمع فلوس تخليك تجمع معدات احسن ليك. من الاخر عايز تجربه ار بي جي دسمه تحترم قراراتك، يبقى لازم تجرب اللعبه دي، وانصحك بالنسخه الجديده اللي اسمها رويال لان فيها المحتويات الجديده. ودلوقتي حابه اقول لكم اهم حاجه، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم وتشتركوا في القناه عشان تشوفوا فيديوهات تانية كتير. اللعبة الرابعة أندرتيل. اللعبة دي مش تريبل اي ولا من شركة كبيرة، اللعبة من مطور مستقل وبتدي حرية كبيرة للاعب في الجيم بلاي، بحيث انك تقدر تخلص اللعبة من غير ما تقتل ولا وحش وتقدر حرفيا تخليهم اصدقاء لي. يمكن اللعبة ما فيهاش رسوميات جبارة ولا من مطور قدر يعلن عنها حلو، بس اللعبة دي سمعتها قدرت انها تخليها من اشهر وانجح الالعاب. وفيها 3 نهايات مختلفة بتتحدد عن طريق قتلك للوحوش ولا هتحولهم للجانب الطيب ليهم، وعلى حسب اختياراتك في القصة، لانك مش معتمد على انك تجيب مسدس وتموت بيه الشرير. بالعكس انا عايزك تجرب الجيم بلاي وتكتشفه بنفسك، لان ممكن في الاول تحس ممل لكن فعلا هيديك تجربه مختلفه. وانصحكم باللعبه دي لانها الوحيده في القائمه اللي تقدر تلعبها من موبايل. اللعبة
اللعبة الثالثة سكايريم. اللعبة دي مختلفة عن باقي الألعاب في القائمة لأنها تعتبر أكتر لعبة استغلتها الشركة المطورة من ناحية المودز، لأن ليها قاعدة جماهيرية كبيرة جدا مع إنها من 2011، ومن ساعتها اللي بينزل للسلسلة عبارة عن شوية ريماستر ليها. الناس بتحب اللعبة بسبب الحرية الغير طبيعية اللي عند اللاعب، لأن حتى اختيارك للشخصية اللي هتلعب بيها بيفرق في تعامل الشخصيات معاه. ما نقدرش نقول اللعبة ليها نهاية محددة، غير كده اللعبة دي مختلفة في حاجة، إحنا نجمع عدد النهايات ونقول مثلا فيها 10، لا اللعبة هنا فيها مين كويست لاين زي أي لعبة، بس ده يعتبر محتوى لا يقارن بباقي محتوى اللعبة. فأنا عن نفسي ومعظم الناس مش معتبرين إنك تخلص سكايريم بإنك تخلص المهمات الأساسية وبس، إنما هنا كل واحد بيصنع تجربته الفريدة بسبب اختياراته والمهمات اللي بيلعبها، لأن غالبا مفيش حد هيلعب المهمات اللي أنا لعبتها بالحرف. عشان كده لو أنت من عشاق ألعاب الـ RPG ولسه مجربتهاش، جربها دلوقتي لأن فايتك كتير. اللعبة التانية Red Dead Redemption 2. اللعبة دي تعتبر تحفة فنية خاصة من ناحية القصة، وده اللي متعودين عليه من روكستار. في اللعبة كل حاجة بتعملها بيكون ليها تأثير على سمعتك، وده بيأثر على تعامل الشخصيات في العالم معاك. يعني مثلا وانت ماشي ممكن تلاقي واحد بيتسرق، فانت تقدر تقتل الحرامي وساعتها السمعة بتاعتك هتتحسن، او انك تقتل الحرامي والبريء وسمعتك تبقى اقل، ولو حد شافك هيبلغ عنك، وده من واقعية اللعبة. ده غير كل ده بيأثر على نهاية اللعبة من وسط الاربع نهايات اللي موجودين، وده مخلي اللعبة دي تعلق مع الناس لأنك بتتعلق بالشخصيات جدا، خصوصا شخصية أرثر والعصابة بشكل عام. اللعبة رقم واحد والأخيرة The Witcher 3. اللعبة دي عبارة عن تحفة فنية من كل النواحي. اللعبة نزلت في 2015 ولحد دلوقتي واحنا في 2022 تعتبر أساس ألعاب الـ RPG، لأن كل الألعاب بعدها من نفس النوع عايزة تبقى زيها، وطبعا قليل اللي عارف. حتى الاستوديو اللي عمل اللعبة جرب في سايبر بانك بس ما كانتش بنفس المستوى المطلوب. حتى لو عملنا نفسنا مش شايفين الجليتشات هنلاقي فيها 6 نهايات بس، أما The Witcher 3 فيها 36 نهاية مختلفة. متخيل الرقم؟ متخيل إنك ممكن تلعب اللعبة 36 مرة، وكل مرة بنهاية مختلفة ومسار مختلف، والنهاية بتتحدد مش بس باختياراتك، كمان بالحوارات بين الشخصيات، وكمان المهمات الجانبية ليها تأثير، وكل حاجة بتعملها في عالم اللعبة ليها تأثير. مثلا لو عملت حاجات كويسة في عالم اللعبة وكنت بتساعد الناس هتلاقي الناس ابتدت تحترمك، او ممكن تبقى قاتل شرير والناس برضو تحترمك خوف منك، وده بيبان من تعاملهم معاك. واللي بيدعم ده الاداء الصوتي الممتاز للشخصيات في اللعبه. بالنسبه بقى للمناطق في اللعبه تحس ان ليها طابع من ناحيه الاجواء، او حتى السكان اللي طريقه نطقهم للكلام مختلفه عن المناطق التانية، وده غير المحتوى الجانبي كويس جدا اللي نزل، اللي يعتبر من احسن المحتويات الجانبيه في الالعاب، وده بيحمسنا اكتر للجزء الجديد اللي تم الاعلان عنه. لكن حماس بحذر بعد اللي حصل في اخر لعبه ليهم، ولان هنا مفيش ولا شخصيه من اللي احنا حبيناهم او اتعلقنا بيهم في اول ثلاثيه. وبس كده نكون خلصنا القائمه بتاعتنا، وطبعا في العاب كتير احنا ما ذكرناهاش، لكن انتوا تقدروا تحطوها في الكومنتات، وبرده ما تنسوش تشاركونا في الكومنتات ايه التوب 10 اللي جاي اللي حابين نتكلم عنه، واكتر كومنت جايب لايكات هيكون هو موضوع التوب 10 الجديد. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.